المشكلة أنه إحنا اعتمدنا على الدولة بالإنتاج، وكل ما تتوقف الدولة أو تنتظرها للدراما. يعني قبل فترة رحنا السيد رئيس الوزراء على 4 مليارات كانت مخصصة إلى الدراما العراقية، والرجال وافق على هي موجودة بالموازنة، ولحد الآن ما واصلة لهذا لأنه اعتمدنا. وبعض الأعمال محلية بحتة، نكون صريحين، ما هاي 4 مليارات إيش راح تسوي؟ ما تسوي غير عمليا، أو إذا تريد عمل كبير ومهم يعني يصير 3 ملايين تقريبا. بغداد عاصمة الثقافة، ايش قد الميزانية اللي خصصت لهذه المواضيع؟ مليارات. مليارات وين راحت؟ أفلام قامت تعرض وكأنه توزيع أرزاق. عندنا فيلم واحد، مو لأنه إخراج محمد شكري جميل وفاطمة ممثلة به، المسرات والأوجاع. شوف المسرات والأوجاع، الفكرة مالته كل ما تكون هناك مسرات بالعراق تكون أوجاع، كل ما تكون مسرات تكون أوجاع. ولكاتب فؤاد التكرلي وخيرة الفنانين العراقيين، صار له سنتين موجود في إيران فلوس الطبع 79 مليون ما يقدرون يجيبوا للفيلم، لأنه أولا ما أخذ منتج منفذ حتى لا يوزع لهنا ولهنا. أنا صريحة ترى جدا، وخلي يحجون. والفيلم مو فيلم سينمائي، 35 من مواصفات بمواصفات الفيلم الأفلام السينمائية المهمة، فنايم هناك ما يردو. فإحنا يبدو ما نريد أي شيء يرفع من المستوى الفني العراقي. يعني متحدثي لي عن 4 مليارات، أعتقد هاي حلول ترقيعية وآنية وقتية ترقيعية. وهي حتى هاي مال المصارف إيش قد تبرعوا؟ ما يقارب 2 مليون، أقول 2 مليار دينار عراقي ما تكفي لي مسلسل أو مسلسلين. لا يعني رادنا نهضة. وإحنا الفنانين أيضا يقع علينا أيضا دور. يعني ما عندنا، إحنا مختلفين فيما بعضنا، ساكتين والمي دا يمشي من جوانه، وهذه السنين دا تمر بشكل صريح، وتخلفنا كثيرا على هذا وما الوضع. نذكر وما تذكر الدراما ولا تحتصر على هذا الوضع. على هذا الوضع الفن العراقي إلى الهاوية؟ لا، إذا بقى هالشكل على هذا الوضع، إذا بقى على هذا الوضع إلى الهاوية.